حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. يا رب كلكم تكونوا كويسين وتكونوا في احسن حال. طبعا انا صاحيه بدري، يبقى عندي مين؟ عندي ماما. طبعا يا جماعه، انا اليوم اللي باجي فيه لماما ده هو اليوم الوحيد اللي انا بصحى فيه بدري، وببقى كده فرحانه جدا، لان انا فعلا بستنى اليوم ده. في يعني انا ليا يوم عند ماما في الاسبوع، فده بالنسبه لي اكتر يوم بحبه في الدنيا بجد. ده يوم بصوا بقى ان انا اقعد مع ماما بقى ونقعد نتكلم مع بعض بقى. ما اصلا مش بتخليني اعمل اي حاجه خالص، يعني انا جايه، انا بجد كان نفسي ان انا اصور معاها روتين وكده، بس ماما مخلصه كل حاجه كل حاجه بجد. فماما شايفه ان هو اليوم بتاعها ده اللي هو يوم الراحه، بس انا والله ببقى نفسي ان انا اساعدها، بس هي مخلصه كل حاجه. فطبعا بقى بلكونتي حبيبه قلبي المفضله، البلكونتي اللي بس بتوحشني اكتر حاجه مفتقداها بعد الجواز بصراحه. فالنهارده ده يومي عند ماما. تعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه عند ماما. الاكبر اللي بحبه ده، شايفين الهوا؟ الله. امي يا جماعه تعبانه نفسها وجايبه لنا سندوتشات بتاع مرجر، متحرمش يا ماما. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني انتوا وحشاهم جدا. والله، انتوا كمان وحشتوني جدا. كل الفيديوهات روتين عند ماما. تعالوا افطروا بقى معانا. شوفي يا جماعه، جايبه لي سندوتشي المفضل. ايه مش جايباكي؟ وهنا بقى ماما كانت حضرت الاكل، كانت عامله لي سمك مقلي. بصوا يا جماعه، انا السمك النوع ده بحبه قوي بجد، يعني بعشقه. ماما كانت عامله طريقه تانية كده بالبطاطس الصينيه، سمك برضو، بس انا بالنسبه لي السمك المقلي ده بصوا بعشقه بجد. وطبعا بقى انا وماما قعدنا كلنا مع بعض. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا بحب جدا اليوم اللي انا فيه بقضيه مع ماما. اليوم ده بحس ان هو بيطير هوا كده. طبعا بعد ما اكلت مع ماما دخلت نمت على طول، ما عدتش صحيت خالص غير وعبد الله مكلمني بيقول لي يلا البسي وانزلي عشان نروح. عارفين انتوا لما يدخلوا اوضتكم كده وتناموا بترتاحوا؟ يعني انا اوضتي دي اكتر مكان، اوضتي وسريري، واكتر مكان بنام فيه وبرتاح فيه قوي، ولو ما بحسش باي حاجه خالص، اللي هو اصلا انا ببقى مقضيه طول اليوم عند ماما نوم. كنت بقى خلاص نزلت وروحت، فجيت بقى البيت كان فيه شويه كوبايات كده عبد الله كان عاملها. عبد الله من النوع اللي بيشرب قهوه وشاي وحاجات من دي كتير قوي يعني، فلقيت كام كوبايه كده اول ما دخلت، فقعدت بقى غسلتهم كلهم. لميت بقى كل الكوبايات، يعني انا اول ما بدخل كده لازم ابص على الشقه بصه واقول له كده كده الشقه اللي انا سايباها. بس بصراحه الشقه ما كانش فيها حاجه خالص غير بس كوبايات القهوه والشاي اللي هو عاملها، لان هو خلص بدري. وانا قعدت اقول له، وانا اصلا كنت نايمه، يعني هو كان عمال يرن وانا نايمه اصلا ما بردش عليه، كنت سامعه موبايل خالص. فهو قعد شويه حبه حلوين يعني، شرفهم الحاجات دي في البيت. وبعدها بقى جيت انا روحت البيت وكده. وطبعا عبد الله بقى اليوم ده كان وراه الشغل طول اليوم وما جاش خالص اتغدى معايا عند ماما ولا اي حاجه. فانا بقى ايه، قلت انا هغسل الكوبايات دي وهعمل له بقى اكله حلوه كده، ايه بما ان هو ما اكلش النهارده، فهعمل اكله كده حلوه وسهله وبسيطه صورتها معاكم برضو، واول مره ان انا اعملها. هنا بقى كنت بلم كل الحاجات دي، كان فيها يا جماعه كميه معالق، انا مش عارفه المعالق دي كلها ليه، اقسم بالله انا وهو شخصين بس، يعني انا وهو احنا اتنين بس، ليه كل المعالق دي؟ ده انا لو عازمه حد مش هيكون فيه كميه المعالق دي. والله يا جماعه بجد انا كل يوم كده، يعني انا كل يوم بغسل كميه اطباق وكوبايات ومعالق، واللي احنا شخصين بس، يعني احنا اتنين بس، يعني يوم مثلا ما هنستعمل مثلا كوبايتين معلقتين طبقين حاجات كده. شايفين المعالق كلها؟ مش عارفه ليه كل ده بجد كتير قوي يعني. بس ما علينا بقى يا جماعه، غسلتهم كويس وحطيتهم هنا يتصفوا. انا بحب ان انا اغسل المواعين واحط كل حاجه تتصفى كده، لان على فكره يا جماعه الحاجات المواعين والحاجات دي الاطباق لما بتكون لسه مغسوله وبنعينها في ال بن بنعينها بقى مبلوله وكده بتجيب صراصير وبتبوظ مطبخ الالموتال. فاحنا لازم ان احنا ايه، لازم يا جماعه ان احنا نصفي الحاجه وننشفها كمان، يعني نشفوها، لازم يكون في فوطه مطبخ جنبك بتنشفي بيها كل حاجه قبل ما تعينيها. السكينه دي روح قلبي بجد، سكينه قلبي يعني بحبها قوي. ايه سكينه قلبي دي؟ بس انا بحب السكينه دي قوي، يعني ايه عارفين انتوا، سهله كده وبسيطه. كل السكاكين اللي انا جايباها عاوزه تتسن. هنا عبد الله بقى كان جايب كيس كفته، الكفته دي كفته على الفحم،
هي بتبقى جاهزة وكل حاجة، احنا بندخلها الفرن بس ايه يعني، بندخلها الفرن كده ايه تسخن شوية، لان هي بتبقى يعني عند في السوبر ماركت في الفريزر وكده. فطلعت كام واحدة بس كده ايه، انا كنت قايلة لعبد الله يجيبها اعملها مع مكرونة غدا وكده يعني، فانا طلعتها حطيت كام واحدة بس كده في الفرن، قلت هعمل له جلاش، كنت هعمله بصراحة بالجبن. فهو لما جاب الكفتة بقى، وقلت هو اصلا ما كانش حاجة من الصبح، فقلت هعمله له بالكفتة جلاش. ده انا اول مره اعمله، نوسه اختي هي اللي قاعده تعمله كل يوم كل يوم في بيتها، فخلتني ايه عايزه اعمل انا كمان. انا قلوده قوي قوي بجد، انا يا جماعه قلوده قوي على فكره، انا بقلد اختي في كل حاجه ما اعرفش ليه، وانا صريحه وبقول يعني، ما بلاقيها بتقول لي حاجه او عامله حاجه اقول لها اه انا هعمل انا كمان كده، وتقعد بقى تقول لي الطريقه، وانا برضه لو عملت حاجه هي بتعملهاش تقوم تعملها. انا واختي كده، وماما على فكره كده برضه معانا، مثلا اقول لها الو يا ماما انا عملت كذا كذا، ماما اه انا برضو هجيبه هعمل، وماما تقوم جايباها عامله، انا برضو ما اكلم ماما لقاها عامله حاجه، او ما انا قايله لعبد الله عليها جايبها واعملها. هنا عبد الله بقى كان طلعها لي من الفرن، فقطعها حتت. بحب جدا الكفته اللي على الفحم دي، بيكون تحفه يا جماعه، بتبقى طعم الكباب بالظبط بالظبط بالظبط. عبد الله كان قاعد ياكل منها عادي عادي، مش هنعمل نفسنا مش اخدين بالنا، هنا عبد الله كان قاعد ياكل منها، وانا برضو كلت منها عادي، برضو نعمل نفسنا مش اخدين بالنا، لان احنا بنحبها قوي. وانا كنت اصلا يعني محضراها كغدا مع مكرونه، بس هي الكيس اصلا فيه كتير، وبما ان يعني عبد الله ما كلش حاجه وطول اليوم كان شغال وكده، فقلت ادلعه يعني ايه بالليل كده دلع حلو، واعمل له واعملها له. هقعد بقى اقطعها بالمقص كده حتت صغننه يعني، كنت حاساها ان هي كتير على الصينيه، لان على فكره يا جماعه الصينيه دي هي من بره شكلها كبير، بس هي من جوه صغيره قوي، فهي من جوه صغيره قوي وما بتاخدش حاجه كبيره يعني. اما بعملها انا وعبد الله بعمل مثلا فيها بشاميل، بعمل فيها الجلاش، بعمل فيها الكيكه، اي حاجه هي صغيره قوي قوي يعني، من جوه صغيره بس هي من بره شكل كبير. انا عندي منها 3 احجام بتوعها، عندي الكبيره شويه من جوه يعني، تحس ان هي شكلها من بره نفس المقاس، بس هما يعني مختلفين في المقاس من جوه. ده بقى كان شكلها، طبعا احنا بنحط كل طبقه وبندهنها سمنه، بين كل طبقه وطبقه سمنه، وفي ناس بقى طبعا بتسقي. وبصوا ده المفروض يا جماعه ان احنا بنسقيه، بندخله الفرن كده بس دقيقه ولا دقيقتين، ونخرجه نسقيه بيضه، بنحط عليها ملح وفلفل وكمون وشطه، وبتحط عليها شويه لبن. بس انا ما لقيتش عندي لبن، اللبن اللي عندي اللي هو اللبن اللي بنجيبه بنغليه، واللبن ده انا بكرهه ما بحبوش، انا بحب اللبن اللي هو المعلب، بحب اشربه كده ويكون ساقعان جدا، فانا بحب اللبن ده قوي. عبد الله بقى مقتنع ان اللبن اللي بيتغلى ده فيه صحه وفيه غذاء اكتر من اللبن التاني، فجابه لي وانا ما شربتوش، فراب في التلاجة. لقيت عبد الله كنت عينته علشان اعمل بيه اي حاجه يعني، في ناس بتعمل باللبن الرايب حاجات كتير، بيعملوا بيه قرص، بيعملوا بيه ساعات مكرونه بشاميل، ساعات بيعملوا يحطوه على ميست، بيعملوا بيه حاجات كتير يعني. عبد الله رماه يعني، عبد الله قام رميه، وقلت له هي احسن عشان ما تبقاش تجيبه تاني عشان ما بحبوش. وده بقى كان شكلها النهائي يا جماعه. طبعا انا طلعتها من الفرن، حطيت عليها بيضه وملح وفلفل، وحطيت شويه سمنه لان ما كانش عندي لبن، وده كان شكلها يا جماعه، كانت طعمها خطير بجد، كانت تحفه قوي يعني، جربوها هي حلوه قوي اكيد طبعا كلكم عارفينها. انا عملت له العشوائيه البسيطه دي، وشايفين بقى كانت كلها متغرقه كفته وبس كده يا جماعة. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، وقولوا لي ايه رأيكم في اللي انا عملته ده، بحبكم قوي، باي.